أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. والحق سبحانه وتعالى قال هذه الآية بعد أن قال آية هي قوله سبحانه: قل إنما أعوذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقلنا إن مجيء ثم يدل على أن هناك حدث قبلها. ما هو الحدث الذي عطفت عليه ما بعد ثم؟ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، هذه الأولى، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. إذن ففيه شيء قبل التفكر في أن صاحبهم به جنة أو لا، هذا أن تدخل المعركة ثنائية أو فرادية بعد أن تؤدي شيئا، وهو أن تقوم لله في هذه المسألة، يعني تتجرد عن هواك، تتجرد عن شهواتك، تتجرد عن تعصبك وتقوم لله. إذا كان الله يأمر من كفر بمحمد أن يقوم لله، فهل كانوا يعترفون بالله ليقول لهم قوموا من أجله؟ نعم، لأنه لما قال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولخلق السماوات والأرض أكبر. فإذا هم معترفون بخلقية الله لهم وللسماوات وللأرض، فالإله الذي اعترفوا به ولم يستطيعوا أن ينكروا حكمهم في أن يقوموا قاصدين وجهه سبحانه وتعالى. ما دمتم معترفين فقوموا لله. لماذا؟ ومثنى، وقلنا مثنى يعني اثنين اثنين، كل اثنين يقعدوا مع بعض كده، أو فرادة كل واحد يقعد مع نفسه. قال لك لأن مسألة يقعد مع نفسه إلا ما بيجيش روحه، مش هيجيش روحه لحساب من؟ ما فيش قدامه واحد عشان يخاف منه ولا حد يجامله ولا أي حاجة، بينه وبين نفسه. ومثنى قال لك ليكون هناك الرأي والرأي الآخر يوجد، ويبقى سهل جدا أن تنهزم أمام واحد بينك وبينه مش جماهيري، تبقى هتضطر تبقى إيه؟ تصل إلى الحق. وذلك قلنا أن أي خلاف بين اثنين لو قعدوا ويا بعض كده مش فترة يحلوها، زي ما احنا بنقول كنت صاحبك كده وقعد استهم ويا ما تقعدش في مسألة. إنما لما بيبقى ثالث ولا الرابع كل واحد عايز يعمل إيه؟ عايز يثبت ان له الايه الحق وله الحجه وله مش عارف ايه، فيضطر يجلب يضطر، لان لما يكون اثنين قاعدين في خصومه وواحد يحلف انه حصل كذا وواحد يحلف انه ما حصلش، طب تعرف تحكم انت ازاي بينهم؟ مش ممكن ابدا، كل واحد له ايه له. لكن لما يكونوا بينه وبين بعض لا يخجلوا في ان يقول. ولذلك هناك يقول لك ايه، فيه عصمه من جماهيريه الغوغاء. ايه جماهيريه الغوغاء في الحكم؟ لما يكون في مظاهرة كبيرة ويسمع فيها هتاف ضد ناس، بعدين يمسكوا الناس يقول لك أنا ما قلتش، ما نعرفش هو مين اللي قال، مين اللي هتف، مين اللي سمع، ما نعرفش. يبقى إذا الواحد هيتوفي مين؟ هيتوفي في جماهيرية الغوغاء، ولا تقدرش تحدده. فربنا عايز يمنع جماهيرية الغوغاء، وعايز يقعدوا كده بعقله وتتفهموا في المسألة، وبلاش الجماهيرية دي. ولذلك احنا قلنا زمان في جمهريات الغوغاء لما شوقي رحمه الله حب يتكلم عن هذه المسألة في موقعة كانت بين مين؟ بين كيلو بطرة وبين خصومة اسمها اكتيوب، وهزمت كيلو بطرة، إلا أن أبواقهم صورت الهزيمة نصرا، صورت الهزيمة. فاللي قاعد العجوز بتحابي واللي وياه ديوين ومش عارف ايه قاعد يقول لك شوف يا اخويا الجماهير بيهتفوا بحياتهم، طب ده انهزم ومخادوا على راسهم، اسمع الشعب ديون كيف يوحون اليهم، ملأ الجو هتافا بحياة قاتليه، أثر البهتان فيه وانطل الزور عليه، يا له من ببغاء عقله في اذنيه. يبقى إذا الله يريد أن يحمي بهذا، يقول مثنى وفرادى من الجماهيرية التي تحكم، لأنه ما يقدرش نحدد مين اللي قال، مين اللي هتف، مين اللي قال كذا، ما نقدرش نحدد، لأنه ده تايب فيه ده وده تايب فيه ده وده تايب فيه. ولذلك قلنا سابقا الحق سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم
يعلم الجهر من القول ويعلم ما ايه ما تكتمون. الله يجي واحد زي المستشرق ايه يقول لك كيف يقول القرآن هذا؟ اذا كان بيقول يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، لو قال يعلم ما نكتم كان يبقى كلام معقول. يقول له مدام ده تبقى ميزة علم به ايه ده الجهر، انما يقول ايه ما يكتم يبقى معقول، اللي نكتمه يعرفه يخبرنا بما في نفوسنا كلام معقول، انما يعلم الجهر من القول. طب مدام جهر من القول ما الكل يعلمه، ما الكل فاهمين الاعتراض؟ نقول له لا، الجهر من القول ما قالش يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتم، ده الخطاب بجماعة، يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. يبقى يعلم الجهر من مين؟ منكم جميعا، إن اختلطتم وقعدتوا يا بعض ودريتوا ده ويدارة فيه بكين ربنا يعرف الأصوات، يقول الصدى بتاع فلان الصدى بتاع فلان الصدى بتاع فلان. الله يعلم الجهر من القول ويعلم. يبقى علم الجهر المختلط أكثر من علم المكتوب، لأن علم المكتوب كله مهارات تدل عليه، إنما علم الجهر المختلط ما نقدرش نقول دي بتاعت مين، اللي اهتد بالثقوب بتاع مين، مين اللي قال؟ يقول لك ربنا عارف الصدى يرجعه لمين؟ الصدى يرجعه لمين؟ الصدى يرجعه لمين؟ يصدقه يرجعه لمين؟ يبقى أدي معنى مثنى وإيه؟ وفرد. وبعد ذلك قال لهم طيب حاجة ثانية، بعد كده هتقول هل سألكم محمد أجر؟ ما سألش أجر. يبقى هتتهموه بإيه؟ طب أي إنسان يعمل عملا لابد أن يكون له حظ ومغنم ومنفعة منه. الرد قال إن أجر إلا على الله، يدل على أنه نسب الأجر إلى من يغني عمله بما يناسب ما عمل. يبقى أجر مش منكم أنتم، أجر مش إيه؟ مش منكم. ده كلام على الأول. الحق سبحانه وتعالى راب بعد هذا أن يبين لنا شيئا، هذا الشيء بعد أن قال عنده مثنى وفرادة والنبي ما سألتكش عليه أجر، قالوا مما إيه بقى مما أرضفوه أنزل عليه الذكر من بيننا. طب ما دام عرفتم الذكر طب كيف ينزل عليكم أو على غيركم؟ زي ما قالوا إيه برضه، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طب ما دام عرفت ان القرآن ينازل من فوق يبقى اللي مزعلك قوم على محمد، تبقى الآية الثانية شرحت أنزل عليه الذكر من بيننا، يبقى إذا أنتم معترفين بأن الذكر معترفين بأن القرآن، يبقى المسألة إيه؟ مع مين بقى؟ مع الرسول. يبقى مع الرسول. فالحق سبحانه وتعالى أراد أن يقول ثم إنزال مناهج الله للأرض من السماء لابد أن تنزل على مصطفى يصطفيه الله، لا مصطفى يصطفيه الخلق. ما يقولوش لولا نزل هذا القرآن على رجل، الله أعلم حيث يجعله، فأنتم تختارون. ولذلك عمل لهم حجة، أهم يقسمون رحمة ربك؟ لأن الرحمة هي ما تنفع الناس، ما تنفع المرحوم من الرحم. اللي بينفع المرحوم أولا أمور في دنيا يجب تبني المؤمن الكافر يا سيدي، لكن في رحمة ثانية لا يأخذهاش إلا المؤمن، ورحمة خالدة ورحمة باقية لا يفوتها الإنسان يموت ولا تفوته بانقطاع. يبقى إذا إذا كنت أنا بقسم أرزقكم ومعيشتكم في الحياة الدنيا، عايزين أكل لكم اختيار من يرحمكم في الآخرة؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا فوق بعضهم فوق بعض الدرجات. إذا كنت الرحمة الموقوتة بالدنيا أنا اللي بعملها، تبقى عايزين هم يختاروا الرحمة الآخرية اللي هو لا، الله أعلم حيث يجعله إيه رسالة، يبقى هو اللي يختار. قال إيه بقى؟ قل ردا على الذين قالوا ايه انزل عليه الذكر من بيننا وقالوا لولا نزل هذا القرآن رجل من القانتين عظيم، قل له ردا ان ربي يقذف بالحق. يقذف بالحق، القذف الرمي بشدة. طيب ومين اللي بيقذف؟ ربي. الذي يقذف شيئا يبقى له غرض وغاية من المقذوف، بيقذف ايه على ايه؟ المقذوف من الله هو الحق،
والحق شيء ثابت والقاذف الله. احنا عندنا في البشر اذا اراد واحد ان يقذف شيئا يقول القذف لقريب ولا البعيد، فان كان قذف لقريب تبقى الغلط فيه هين لانه هيرمي الدفاع كده قريب، لكن كل ما يبعد يبقى القذف قد يخطئ. ليه؟ قالك لان معنى القذف تحديد القذيفة لتصل الى الغاية المقصود منها، فلما بيكون المسافة قريبة يبقى التغيرات اللي تطرأ عليها ايه؟ لانها هتكون زمن بسيط. لكن لما تكون بعيدة بقى قالك البعيدة دي عايزة تمشين صح، يحس مع ليه بالتمشين. ليه؟ اما قالك لان يمكن انت بتمشن عليها وحطيتها بزاوية كده يجي شوية ريح ولا اعصير يميلوها شوية، تبقى عندك لازم جهاز يحسب قوة الريح اللي هتصادم الضريبة. لازم يقول لك دي مثلا السرعة قد كده وقوة الريح اللي هتيجي هيكون حاسبها، قوة الريح اللي هتميلها قد ايه قد كده، تقول انت تقدم لها بكون سنتر الاثنين زي ما تكون بتضرب طير في الهواء انت بتنشن عليه هو هنا، لكن على ما ترسل القذيفة هيكون تجاوز ولا ما تجاوزش، تقوم القذيفة تروح ما تلاقيش. يقول يعمل حسبة سرعته قد ايه والقذيفة سرعتها قد ايه ويقدم شوية كده عشان مش عليها بقى على المسافة اللي هتكون لها ساعة القذيفة ما توصل لها. طب مين يعمل دي بقى؟ في مسألة ده لازم علام الغيوب هو اللي يعملها، لازم علام الايه؟ الغيوب. ليه؟ الحق سبحانه وتعالى انا اللي هقذف وما اقذفش الا بالحق، هذه واحده. وبعدين انا عالم بالغيوب التي تطرا على ما يدر سير القذيفه الى غرضها فتوصل مين؟ توصل صح. ولذلك الالات اللي بيحسبوها دلوقتي، شوف الالات بقى عشان تحسب ترمي قنبله والطياره ماشيه وترمي القنبله، يقوم العملها هو تقع كده يجي يرميها تنزل بعد ما مشيت شويه يقوم يحسب سرعته هو هتقد ايه؟ تاخد من المسافه قد ايه؟ قبل ما يوصلها الله، ده عمليه طويله قوي. يبقى اذا لازم القاذف الذي يقذف لغايه يبقى يكون عنده علم بالاشياء. وعلم ايه؟ بما يغيب عنه من الحركات الثانيه اللي ما يقدرش يسيطر ايه؟ اللي ما يقدرش يسيطر عليها. قال لك اذا الحق سبحانه وتعالى طب هيرمي ايه؟ ربنا هيرمي ايه؟ يقذفه بالحق. الحق اللي جاي من عند المنهج بتاع السماء ويقذفه لغايه يوجهه من بقى من اللي قال الله اعلم حيث يجعل رسالته وحاسبها ينشن عليها وتروح على عدد. مش زي ما انتوا عايزين بقى توديه لرجلين قريتين عظيم والجيوش اللي انت بتقيه. يبقى اذا الله هو الذي يقذف ويقذف بالحق اي الشيء الثابت الذي لا يتغير، وهو عالم بكل غير يؤثر على القذيفة ان تتجه هنا او ان تتجه هنا كما نصنع نحن في مساراتنا القذفية. قل ان ربي يقذف بالحق، ودم بيقذف بالحق بيقذف لغاية، والغاية مش هتخطئ لان الذي يقذف الرب والمقذوف هو الحق، وهو والقاذف يعلم الايه؟ يعلم غيوب الاشياء، فتبقى لازم القذيفة تروح للرسول اللي هو مختار ما تغلطش ولا تروح ايه. ولذلك اللي بيقول لك ده الوحي غلط ومش غلط ومش عارف ايه لخبطه اللي قالوها دي بقى. قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب. شوف كلمه الغيوب ما يدل على ان في مؤثرات للقذيفة في الغيب كتيره قوي قوي قوي. مين يعرف يحطمها بقى؟ الله. نعم. قل طيب هو يقذف، الله يقذف، شغلته عمله ان يقذفه بالحق الى الرسول، ولكن يقذفه ده من المستقبل بقى، ولكن هل قذفه في رسول الله؟ في الباقي ايه؟ قل جاء الحق وقذفه فعلا، جاء الحق وقذفه فعلا. القران انزله على محمد الذي اختاره الله للرساله يحمل من يدعو الى خلقه لينظم حركه الحياه فيهم. يبقى القذفه ايه؟ اطلقت، واطلقت من علام الغيوب وبالحق، يبقى لازم تروح لمين؟ لازم تروح للرسول اللي هو مختار اللي هو من محمد. ما غلطش زي ما بيقول ده الوحي ايه؟ طيب قل جاء الحق. واذا كان الحق قد جاء ما مقابل الحق؟ الباطل. اما ده الحق جه
واللي رميه ربنا هو حطه كده. البطل يعمل ايه بقى؟ لا يرضى لا يدي ولا يدي في الاول ولا في لا في العين ولا في الليل ولا يمشي. فهذا اذا كان للباطل ايه؟ اذا كان للباطل ثبات. الباطل ملوش ثبات. الباطل في اذهان خيال بعيد في اذهان اصحابه. انما هو الباطل ملوش وجود خالص. ولذلك لما يكتفي بالحق يبقى دماغه فيه ما تسلمش ايه؟ ما قامت ايه للحق. ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما ضرب المثل بالحسي عشان يبين لنا ويجلي لنا الامر الخفي انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. كل واد ياخد ماء على ايه؟ على قد. فاحتمل السيل زبدا رابيا. لان لما المطر ينزل على جبال ياخد القش وياخد العدس وياخد الحصى والرمم والاشياء اللي هي ينزل بقى فين؟ في الوادي. تروح تكتب تلاقي ريل كتير. الريل ده زي اللي بنشوفه على البحر المهدي ايه؟ يطلعه. انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا طافيا على ايه؟ على وجه المي. الزبد الطافي دي مش مفيد. المفيد المية. لكن الزبد ده يفضل. قال لك لا ربنا عامل ريح يبعته ويروح عامل كده وكده يروح ليه الزبد على فين؟ على الشاطئ. اما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس كذلك يضرب الله الحق والباطل. الباطل وان على مره كالزبد الا انه لا ايه؟ لا دوام له حقيقي على ايه؟ ولذلك تجد كل شواطئ الانهار مليئه من الغساء الذي يحمله الايه؟ الهواء بواسطه الامواج كده فيها ايه؟ تروح جاي على الايه؟ على الساحل. فاذا الباطل ملوش وجود الا غسائي. غسائي ساعه ما ينزل الحق يروح الريح عامل كده 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 ويطلعه بقى غساء كغساء السيل. خلاص؟ وبعدين يبقى مين؟ يبقى المعقول. فاذا كان الرب هو الذي يقذف بالحق وهو علام الغيوب وبالفعل قذف. قذف ايه؟ قل جاء الحق. وبعدين ما دام جاء الحق يبقى ما يبدي الباطل وما ايه؟ وما يريد. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي. الضلال منسوب الى النفس. لان الله اذا انزل منهجا هاديا لانسان مختار الاختيار عنده آلة وهي العقل اللي بيختار بين البدائل. لان العقل لا مهمة له في امر لا بديل له. العقل ملوش فيه بقى ايه؟ خيار. قال انا عايز اسافر الفلاني يقول لي هو في طريقة اللي ما فيش غيره هو ده. يبقى عقلك ما يقولش دي ولا ده بقى. ما يختارش. انما في طريقين يا ابني ده الطريق الصحراوي رايح على اسكندريه والطريق الزراعي ده مسته كذا وده مسته ايه كذا وده قصير قد كده وده كذا. العقل يعمل ايه بقى؟ يختار بين الايه؟ يبقى اذا العقل لا عمل له الا في شيء له ايه؟ له بدائل. والله خلق كونه مختارا في اشياء عملها قهريه عنه اللي هو ان دخل فيها يفسدها. فقال له انا اتحمل دي ولا اخليكش فيها اختيار. دي قضائية. انت المختار في شيء. انا واحد اللي مختار. قال لك وكل الاجناس في الوجود مختارة. لاننا كما قلنا سابقا ان السماء والارض والجبال اختاروا مرة واحدة ثم سحبوا اختيارهم الكل على كل جزئيات تأتي بعدها. ليه؟ عرض الامان على السماء والارض. ما دام عرضها عليهم يبقوا هم اللي قالوا لا من الناس دعوا مش عايزين عايزين يبقى مقهورين. يبقوا اختاروا ولا ما اختاروش؟ بس اختاروا مره واحده وسحبوا الاختيار على كل ايه؟ على كل شيء. طيب والانسان قال لا انا عبد المختار وعالي هو اللي حي مش عارف ايه وعالي. قلنا انت ادركت وقت التحمل ولكن لك لم تدرك وقت الاداء. ما يمكن الاختيار بتاعك يدخل عليه الشيطان يدخل عليه مش عارف ايه يفسد لك الحياه. ما هو كان ايه؟ ظلوما جهولا. طيب على طيب ما دام الانسان له اختيار ربنا وضع المنهج. اوضع المنهج للمؤمن ولم يضعه للكافر؟
ودع للكل، هذا جميعا إلى طريق الخير. ولكن اللي اختار الآجلة خير واللي اختار العاجلة خير. اللي دخل بشهوات نفسه قال لك يا عم نتمتع والبعدين بيحصل يحصل وين وما يحصلش يمكن مش عارف ايه والكلام ده. والتاني أم قال لك لا ده منهج جاي من صاحب المعجزة، وصاحب المعجزة خلقت مواميس الوجود، وما دام خلقت مواميس الوجود يبقى القادر الأعلى هو اللي عاملها، وما دام القادر الأعلى هو اللي اختار المنهج يبقى هو ده الخير. أم قال لك لأن الإنسان يدعو دائما إلى الخير باعتبار فهمه في الخير. ولذلك الآية تقول ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. هو يقول لك يا رب انا عايز دي عايز دي على انها ايه خير وهي شر. وبعدين يقول لك انا في آية ثانية ساريكم اياتي فلا تستعجلون اقبلوا ان انا اختار، لان انتم حكمكم على الخير على قد علمكم بالخير، لكن انا اعلم منكم بالخير واعلم منكم باستقبال نفوسكم لهذا الخير اي تريكم ام لا. ولذلك واحد يقول لك انا قاعد اصلي وما بعملش حاجه وبدأ ربنا بكذا وكذا ولا يجيب لي دعاء، يقول له ليه؟ لانك دعوت بالخير بفهمك انت، لكن ربنا عارف ان ده هيجي لك بالشر بالدمار، فعمل لك الخير في انه ما جاوبكش، يبقى عمل لك الخير في انه ايه. ولذلك مثلا المراه لما تزعل من ابنها الوحيد يقول له الهي اشرب نارك لا يجيني خبرك، بالله لو أن الله أجاب دعاءها ماذا تقول في ربها؟ تقول ده يعني خلاص يعني ما يجاوبنيش إلا بالله. يقول لا يا مجنون أنا مش أنا هجاوبك إلى الخير بس مش هجاوبك، لأن دي أنت هتزعلي مني لو جاوبتك تتعلم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه إيه؟ بالخير وكان الإنسان عجولا. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ما فيش واحد بيقول الواحد أعمى بعيني ولا شفتش. طب لو ربنا أجابك بقى، يبقى عدم إجابة الله لك فيما تدعو لأنه يعلم حمق دعائك، وهو رب لا يرضى بأثار حمق. وإن يعدل لك يقول لك لا. ولذلك يجب وأمر إنساني قد يكون خير صحيح، إنما أنت ما دعوتش عن اضطرار، أنت دعوت زي ما بيقولوا بغددة مش مضطر، لأنه قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه. لو كنت مضطر لازم ربنا يجاوبك، لأن معنى مضطر أنك استنفذت الأسباب الموهوبة من الله لك، وما دام استنفذت الأسباب الموهوبة من الله لك يبقى تقول له يا رب الأسباب دي أنت خلقاني أنا عملتها وقوتي على ذلك. أمن يجيب المضطر، وأغلبنا يدعو الله عن غير اضطرار، يبقى مش لاقي سكن تحت السلم يقول يا رب ارزقني شقة، طيب رجع ما شاء يا رب انا مش عايز اعمل في عماره وده داخل وده خارج، انا عايز فيلا لوحدي كده مش عارف يعني. يا رب الفيلا بنيتها بس عايز عماره فيها تصرف عليه. لا 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 لا، انا بتدعوش ربنا على ايه؟ عن اضطرار. لو دعوته عن اضطرار لا ايه؟ بس الرب لانه قال كده امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. فاذا رايت دعاء غير مجاب فاعلم ان اما انك دعوت بشر تظنه خيرا يبقى خير ربنا اللي يعمله فيك من الجوابات. يا ابو الواد يقول لابو اكل مسدس انا عايز مسدس انا عايز، يقول له بكره بعده يقعد يرجعه هو بيحب يقول لك معاه لو معاه مسدس وعين شتم ولا حاجه يمكن ينفعل يضربه بظرفه بموته، انما لو معاهش مسدس يشتم زي ما شتمه يضربه قلم وتنتهي الايه المساله. ولما ابوه مات تقول له جيب له مسدس يبقى يقدر خير لمين؟ يخدر الخير الوالد، مش عايز الوالد يعمل الوالد. إذن فالحق سبحانه وتعالى حين خلقنا مختارين خلق الكل مختارا ووضع له منهج الهداية الذي آمن به، يقول له خلاص انت آمنت بالمنهج تستحق أن أعينك عليه. والذين اهتدوا أو قبلوا المنهج من الله زادهم هدى بالمعونة. طب يقول له مرضوش ايه؟ يقول له انت حبيت الضلال يا اخوي وغلقت وهم تشنابه بالمنهج فخليك الضلال.
ونحى سعدة برضو قال لي رب مطلوب منه سعدة ازاي بقى؟ قال لك انا هختم على قلبك عشان لا الكفر يطلع ولا الايمان يدخل. مش انت عايز كده؟ حدوك دي الذين اهتدوا زادهم هدى والتنين يطبع على ايه؟ يطبع على قلوبهم. ولذلك ربنا قال لك بيعين كفر حتى يعين. مش انت عايز كفر؟ خلاص انا اعمل لك الكفر اللي انت عايز. خليك كده مفلس زي الله. يبقى ما دام في اختيار يبقى الذي يصدفه عن المنهج يبقى ده اللي ضل، واللي يتبع المنهج يبقى ايه؟ اللي اتبع. طيب اذا من دل على المنهج والدين بقى من الضلال ده سيئات، يبقى مين اللي عملها بقى؟ الانسان. ما اصابك من حسنات فمن الله وما اصابك من سيئات فمن نفسي. طب وليه؟ وبعدين يقول كل من عند الله. أنا أقول لك لأن هو عمل الطريقين، أدل الطريق الخير وأدل طريق الشر وهداك لده وإيه؟ فإن نظرت إلى الفعل كل ربنا أمدك كده كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. أنا أدتك اللسان تنطق به لا إله إلا أنت وينطق به الكافر والعياذ بالله ما فيش إله. ده اللسان أصله ولا عيسه هنا. يبقى من الذي أعطاك اللسان؟ هو الله. أما الذي أعطاك الحرية في الاختيار؟ الله. يبقى لو نظرت إلى كل الأشياء تجدها مني. يعني إذن لم يكفر كافر طهرا عن الله غصب عن ربنا، لا، إنما مرضيش إلى موضوع تالي. زي ما قلنا الراجل إدى الإبن الجنيه وقال له هذه قوة شرائية، خد الجنيه وانزل السوق. أنا إيه؟ أنت حر، اصرف الجنيه زي اللي أنت عايز، بس اسمع يرضيني انك تصرفه في حاجه مفيده، اي حاجه حلوه تقولها انت واخواتك، تجيب كتاب كويس تقراه، منوع بيه كوتشين، وتشرب بيه مش عارف ايه. من الذي اعطاه قوه الشراء؟ ابوه. ومن الذي خيره قال انزل انت حر اعمل؟ ابوه. الله. يبقى كان يقدر يحبر عليه ويقول له لا، يبقى بقى ده حد. والله يريد ان يذهب الانسان الى ربه وقد اعطاه انه يستطيع ولا يذهب، علشان ما يذهبش الا من بقى الا عن حب وعن ايه؟ وعن ايمان. لاننا كما قلنا سابقا لا يريد الله قوالب تخضع وانما يريد قلوبا تخشع. قل ان ضللت، انا بقوله انا وانتم سواء، فانني ان ضللت يبقى ضلل من مين؟ من نفسي. طيب تعال، وان اهتديت، انا ما عملتش لنفسي منهج الهدايه، انما اللي عمله لي مين؟ ربنا. وان اهتديت فبما يوحى الي. الله. طب وهم مختلفين وقت ايه؟ قال في الحته التانيه، انما كلنا شركاء، انما مضللني ضع على نفسي، احنا اللي ضللنا على نفسي. لكن في البدايه انا مختلف عنهم. ليه؟ لان الهدايه جاءت لي من ربي مباشره قبل ما يبعث لي رسول ولا اي حاجه، انما انتم الهدايه بتاعتكم هتيجي منين؟ بواسطه الرسول وعرض المنهج والمعجزه والمش عارف الايه. يبقى اذا الضلال في اثنين مشترك، ولكن الهدايه الرسول ابتدى بايه؟ قال الاول بعث له رسول ومش عارف ايه ولا ده الله اختاره اولا بهذا الوضع واعطاه هو الهدايه من عنده. وان اهتدي فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب. طب سميعا يعني يعرف مطلوبي وقريب مش بعيد، عشان فرق بين السمع وقضاء الحاجة. سميعا وإيه؟ ولذلك حلول سميعا وهناك ومجيب.